مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة هنعمل فيديو جديد بعد فترة غياب، وهو يعني inspired او انا يعني استوحيت فكرة الفيديو من فيديو تاني مش لقارئ او قارئ التاروت. هي في فكرة انا عايزة ابتديها برضو، كل شوية بطلع بافكار اشوف ايه اللي حابينه يعني في الافكار دي. انا بحب قوي اتفرج على الفيديوز بتاعت اللايف كوتشنج والسلف بروجرامينج والسلف ديفلوبمنت وحاجات ليها علاقة بتطوير الشخصية وبناء الذات وحاجات كده. ففي فيديو انا شفته على قناة اسمها الكتالوج، انا هبتدي بعد كده كل ما اشوف فيديو على قناة حاجة مثلا طبية، حاجة نفسية، حاجة حتى لو علمية whatever، يعني الاقيها حاجة كويسة هبتدي اشيرها معاكم واعمل قراءة مستوحاة من فكرة الفيديو اللي انا شفته. انا شفت فيديو على قناة الكتالوج بيتكلم عن ازاي تتعامل مع الحاقدين ومع الحاسدين. فالقراءة بتاعت النهاردة ان شاء الله هتبقى مين بيحسدك وليه وعايز منك ايه، بيحسدك ليه، تمام؟ وهحط لينك الفيديو اللي من قناة الكتالوج كمش دعاية ليهم، لان انا قناتي لسه صغيرة يعني، ولكن هي فعلا مساعدة لكل المتابعين ان هم يشوفوا طريقة او مجموعة من الطرق للتعامل مع الناس الحاقدة والناس الحاسدة، تمام؟ والفيديو اعتقد عنوانه كيف تتعامل مع الحاقدين والحاسدين. فاحنا انا هحط الكروت الاول، هوزع المجموعات ونبتدي نشوف مين بيحسدك وبيحسدك ليه وتتصرف ازاي، او يعني هنشوف، انا هشوف الكروت هتقول لي ايه، تمام؟ وهحط لينك الفيديو بتاع كيف تتعامل مع الحاقدين والحاسدين عشان اللي عايز يشوف الفيديو ويحاول يتعلم منه حاجه مفيده، يبقى انا برضو ايه حاولت افيدكم وساعدتكم في ده. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وهجيب المجموعات اوزعها واجيلكم على طول. اهلا بيكم مره تانية. وزعت المجموعات خلاص. طبعا الاختيار كان تم عشوائي عشان في ناس بتفتكر ان انا اللي موزعه الكروت بمزاجي، لا انا بس عشان اختصر وقت الفيديو عشان الفيديو يتحمل اسرع، يعني كل ما كان الوقت اقل مش عايزه اضيعه في حاجات ايه جانبيه. المهم عندنا ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى هي مجموعه الكريستاله اللي فيها اللؤلؤه لجوه، يا رب تبقى باينه كويس، كريستاله جواها لؤلؤه، تمام. المجموعة الثانية دي من البحر يا جماعة، الكورال دي او الكورال ريف ما اعرفش بيقولوا عليها ايه بصراحة، دي من البحر فعلا. والحجر الطبيعي السترين، العصاية السترين دي برضو اللي عايز يختار عصاية السترين ممكن تعملوا بوز للفيديو وتختاروا المجموعة الانسب ليكم، وانا افضل تختاروا بالانتويشن، وهحط لكم الحروف في صندوق الوصف. نبتدي مع المجموعة الاولى، هحط الكروت بتاعتها افنطها، يعني مش افنطها يعني سوري احطها يعني ونرجع على طول تاني. المجموعة الاولى اهلا بيكو، مجموعة الكريستالة اللي فيها اللؤلؤة اهلا بيكو. بصوا انتوا رسالتكم واضحة، انا وانس ان انا حطيت الكروت حتى ما اضطرتش ان انا اقعد اشوف يعني المعنى في دماغي ايه، ولا حتى استنى يجيلي رسالة تليباثيك كده، او ساعات بيجيلي رسائل كده ذهنية. الحاقد هنا ده مش حد حاسد، ده حد حاقد، والشخص ده غالبا رجل، غالبا رجل. ليه عندي هنا الكينج اوف كوينز، وده حد كمان على فكرة كان مادياته مش سيئة. انا هقول لكم السيناريوهات اللي قدامي، ده اول حاجة وضحت خلتني على طول اول ما حطيت الكروت رحت على طول بدأ التسجيل معناها وايه الرسائل بتاعتكم. كينج اوف كوينز هنا ده حد كان غالبا عايز يرتبط بيكي، ولو يعني في نسبة بتشوف الفيديو رجالة برضو اعملوا حسابكم ان هي خدوا القراءة على انها لرجل، يعني دي كانت واحدة عايزة ترتبط بيك ولكن الموضوع فشل. فالشخص ده حاقد عليك لان انت دخلت في قصة حب او ارتبطت بالفعل بحد غيره، او ارتبطتي بحد غيره، فالشخص ده اللي انت سبتيه او رفضتيه، او الانسان اللي انت رفضتها او ما تقدمت لهاش او ارتبطت بيها وسبتها هتموت. يعني هم حاقدين جدا عليك وشايفين ان انت او انت يعني
يعني مش مفروض تكونوا مع حد غير معاهم هما من الاخر. يعني هو عايز منك ايه؟ عايزك تقطع علاقتك بالشخص اللي انت معاه حاليا وترجع له، لان الايس اوف واندز مقلوبه. needing an outlet, inception, emerging ideas, bubbling under surface, lacking direction. الشخص ده عايزك، وللبعض كمان مش بس عايزك تسيب الشخص ده وترجع عشان ترجع له، ده عايزك تسيب الشخص التاني وخلاص. هو مش عايز يشوفك سعيد، الشخص ده مش عايز يشوفك سعيد ولا مع حد تاني غيره. يعني يشوف العمى، يشوفك والعياذ بالله ميت، لانه هو ولا ان هو يشوفك مع حد تاني غيره، اعوذ بالله. حد مقهور منك، هو مقهور منك. يمكن انت ظلمته في حاجة قبل كده، ويمكن هو انسان حقود بطبعه، لان انا شايفة حاجات تدل على الحاجتين. شايفة ان انت ممكن تكون ظلمته، لان كسرة القلب اللي حصلت له والدمار اللي حصل له بعد ما انت سبته كبيرة جدا، واخدت 10 طعنات في ظهره، وده اللي ساعات بيحسسني ان انت اللي ممكن تكون اذيته برضو، او سبته بطريقه. يعني يا جماعه يا ريت برضو، علشان ايه؟ دي نصيحه. اما نسيب حد ونقرر ننهي علاقتنا بيه، سواء العلاقه دي كانت حب، خطوبه، زواج، نحاول نعمل اللي علينا للاخر، عشان الكارما هتجيلنا برضو. يعني حتى لو الشخص اللي معاك مؤذي او مش كويس، راجل كان او ست، ده مش مبرر انك تسيبه بشكل فيه غدر او فيه قله اصل او فيه اذى. تمام، سيبه بالحسنى حتى لو هو مؤذي، هو عليه من الله بقى ما يستحق. بس خاف على نفسك ان انت لو اذيته او ضايقته او غدرت بيه او عملت حاجه غلط انت عشان هو شخص مش كويس، خد بالك ان هتجيلك برضه، هتتردلك، حتى لو هو يستاهل، لان انت ما سبتش عقابه لربنا، انت خدت انت العقاب حطيته في ايدك، وتصرفت بتصرف يخالف مبادئك الاساسيه او يخالف الاخلاق يعني. فدايما حاول تسيب وانت معلكش اي ذنب، اعمل الصح يعني للاخر على قد ما تقدر. اللي طبعا لو هو بيأذيك اذى لازم تدافع عن نفسك فيه، ماشي، لا في الحاله دي اوكي. بس فكروا كويس يا جماعه قبل ما يعني ما تاخدوا خطوات في رد الاذى. ساعات الناس بتبقى انتقاميه زياده عن اللزوم، ممكن تاذي اللي اذاها اكتر مما اذاها بكتير، فيبقى انت كده هيجيلك كارما. فانا بس بنبهكم عشان ما حدش تسرقوا السكينة يعني، أو يعمل حاجة من غير ما يفكر. الشخص ده بقى كل أمله في الحياة إنك تسيب الشخص اللي أنت معاه، وأنت تتصرف إزاي بقى؟ هو ده الكروت دي هتقول لنا نعمله دلوقتي، يعني هنعمل إيه؟ يبدو إن أنت أو أنتي بالفعل سبتوا الشخص التاني اللي دخل حياتكم، او في مشاكل كبيره قوي لدرجه ان انتوا فعلا بتفكروا تسيبوا الشخص اللي انتوا معاه الجديد. حقد هذا الشخص قد يكون، انا سامع حاجه كان بيتقال لي انا، ممكن يكون الشخص ده اذاكوا اصلا، يعني عشان يفرق بينكم وبين الحبيب الجديد اللي في حياتكم، فهو ممكن يكون اذاكوا بالفعل. اهو كارت الايس اوف واندز اللي هو كارت الخطوبه والزواج جاي مقلوب. ممكن يكون عمل حاجه بالفعل عشان تاذيكوا، عشان تنهي العلاقه اللي بينك وبين الشخص اللي انت ارتبطت بيه. ويا جماعه الطاقات مش هتتوافق مع كل الناس، اللي شايف ان الطاقه بتاعته هي اللي انا بحكيه ده يكمل القراءه دي، مش متوافق معاك شوف مجموعه تانية او شوف فيديو تاني. اوكي، ايه الحل؟ الحل ان انت تصبر، patience. اول حاجه patience. بص لقدام، بص لقدام، ما تبصش وراك. يبدو ان بعضكم كان في كارما لازم تتردله، وكده انتوا خلاص، انتوا كده ايه، الكفه بتاعت الميزان بتاعتكم الاثنين متساويين، خلاص انت كده لا عليك حاجه لحد ولا ليك حاجه عند حد، حقك خدته واللي ليه حق عندك اخده منك، خلاص فاهمني؟ فانت كده الكارما بتاعتك اتأدت ومفيش اي حاجه عليك لحد، وبالتالي هتتفتح ان شاء الله ابواب لناس تانية تدخل حياتك، لخير تاني يدخل حياتك،
وممكن لحاجات مش خير، بس انت هتبقى مستعد لها ان شاء الله، لان انت طاقتك نيوترال دلوقتي، انت بابك مفتوح وعندك القدرة انك تشوف الحق وتشوف الباطل وتفهمهم وتعرفهم، وبالتالي تقدر تتجنب السيء وتستقبل الخير او الحاجة الجيدة وتفتح لها بابك على مصراعي. ال goddesses بيقولوا لك، solis بتقول لك bodies of water، يعني الاماكن اللي فيها مية بحر. الحمد لله احنا في الصيف دلوقتي، فاعتقد النصيحة دي جاية في محلها جدا. spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries. يعني انتم محتاجين تروحوا في اماكن فيها مية عشان تشحنوا طاقتكم جدا يا جماعة، لان واضح ان انتم محتاجين شحن للطاقة بشكل كبير. انتوا drained، انتوا بعد اللي حصل ده كله انتوا drained، يعني مفيش طاقة خالص. روحوا اماكن فيها انهار، بحيرات، بحار او محيطات، لان مش مكتوب هنا بحار، اكيد يعني مقصود بحار او محيطات. احنا جنبنا بحار كتير جدا في مصر، وفي ناس اخوة عرب جنبهم محيطات كمان. فالاقرب ليك روحه، الاقرب ليك روحه، حتى لو بس مش حمام سباحه، يعني انه ميه حمام السباحه دي حاجه تانية خالص، بس يعني عموما الميه طاقتها حلو. الافضل تروح لاماكن ناتشرال، بحيرات، بحار، انهار، حاول تروح في حاجه فيها كده، يعني ده هيساعدك جدا في انك تشحن طاقتك لان انت دريند. كمان جاي لك من كروت الافرميشنز، كروت امباورمنت، بيقول لك ايه؟ When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants your wholeness and magnificence. Unfold my true and radiant self, dear Lord. يعني لما بتطلب من ربنا ان هو يتولى كل امورك، انت كده بتتسحب للطاقة الحقيقية بتاعتك. لما تسلم امورك لله انت كده اكتشفت طاقتك انت الداخليه الحقيقيه، وانت كده هتدخل في معيتها. يعني it's a force of inner love، دي طاقه من الحب الداخلي، تمام؟ بتبقى عايزه لك الكمال والاشراك والتالق. والدعوه هنا او الافرميشن ان انت تقول يا رب اكشف لي نفسي الحقيقيه والمشرقه. ودي دعوة حلوة جدا ان انت عايز ربنا يكشف لك طاقتك الداخلية وقوتها وحقيقة نفسك، علشان تقدر انك تستلهم منها الحب والقوة والامباورمنت، القوة علشان to go on with life، عشان تستمر في حياتك. دعوة جميلة جدا. والكارت ده بالاخر جاي يقول لكم ان الحياة بتستمر وانت عندك قوة داخلية، ما تخليش الاحداث اللي حصلت لك دي تكسرك ابدا. الكلام ده للمجموعه الاولى، مجموعه الصدفه الكريستال، اوكي؟ ما تخليش اي حاجه تكسرك، واعرف ان اللي حصل ده كله مقدر، وده علشان يكشف لك قوتك الحقيقيه الداخليه، وده كان مقدر ليك يحصل عشان كمان تعادل الكارما بتاعتك وتبقى ما عليكش ذنب لحد ولا مستني من حاجه من حد، اوكي؟ بشكر المجموعه الاولى جدا، ويلا بينا على المجموعه الثانيه. اهلا باصحاب المجموعه الثانيه، اهلا بيكم في القراءه بتاعتكم. كروتكم مش واضحه شويه، يعني انا نزلتها وحاسه ان ايه المسج مش كامله، فبالتالي انا هضطر اني اطلع كروت توضيحيه شويه عشان افهم ايه السبب اللي بيخلي الشخص ده، مين اصلا الشخص ده اللي بيحقد عليكم وبيحقد عليكم ليه. فيلا بينا كده نحاول نشوف ايه اسباب، مين الشخص ده اصلا، انا عايزه افهم يعني. للمرة التانية حاسة ان في حاجة ليها علاقة بالعاطفة شوية. بصوا يا جماعة، انا شايفة قدامي سيناريو، هقول لكم السيناريوهات اللي انا شايفاها قدامي. انا شايفة المرة دي اكتر من سيناريو للمجموعة دي. في حد تعرفه من ايام الطفولة، صديق من ايام الطفولة، 6 of cups، او لا هقول لكم، لا استغفر الله، لا لا سوري، اللي انا شايفاه قدامي ده شخص انتوا كنتوا متجوزين هذا الشخص، ف
فالقراءة دي ممكن تكون انت راجل او انت ست اللي بتشوفي القراءة، حد انفصلته عنه وبينكوا اطفال، بينكوا اطفال، والانفصال تم خلاص لان عندي كارت الايت اوف سوردز. لبعضكم تم الانفصال ولبعضكم انتوا لسه في زواج، ولكن انا حاسه في حاجه محسساني ان انتوا منفصلين حتى لو انتوا لسه متجوزين. بينكوا اطفال، لا انتم يعني اغلبكم مرتبط. انا فهمت ايه القصه دلوقتي. اللي بتحقد عليكي او اللي بيحقد عليك شخص عايز يرتبط بالطرف اللي انت مرتبط بيه، دي علاقه ثلاثيه يا جماعه، ده حد حاقد من علاقه ثلاثيه. وبصراحه عشان نبقى اونست مع بعض، دي ست، طاقه ست، اغلب اللي هيشوفوا المجموعه دي ستات. فانا هكلم الستات الاول، ولو في حاجه رساله تانية لو انت راجل اللي بتشوف المجموعه هقول لك رسالتك ايه. بس خلينا في السيناريو الاقوى. انت ست مرتبطه براجل كبار قوي على فكره، طالع الامبراطور هنا، فيري باورفل وستيبل وليدر وفادر واثوريتي وكل حاجه، وانت ست حنونه جدا وطيبه جدا، وانت متجوزه الراجل ده. وفي ست هي الكوين اوف سوردز، ست قاسيه، ست خربت بيوت من الاخر، هي فعلا طالعه لي خربت بيوت. زوجك يعرفها في السر، زوجك يعرفها في السر. انتي عشان اديكوا امارات برضه عشان تعرفوا القراءه دي تخصك ولا لا، انتي متجوزه الشخص ده بالفعل، وفي بينكوا اطفال، قد يكون طفلين، لان الكارت اللي قدامي ده طفلين، ولد وبنت او طفلين عموما، عشان برضه اقول لكم الاماره اللي باينه لي انا. والست دي تعرف زوجك في السر، او هي بتحاول تكلمه في السر حتى لو هو مش متجاوب معاه. في علاقه ثلاثيه، 3 اوف وانز طالع لي هنا. وانتي بتحاولي تغمي عينك عن اللي بيحصل، انتي مش عايزه تشوفي اللي بيحصل، سيلف انترابمنت، انتي مغميه عينك، بتحاولي انك تتباعدي، بتشوفي قدامك حاجات بتحصل بتحاولي تصهيني وتطنشي عشان مش عايزه، لان انتي كوين اوف كابس، انتي الحب، انتي الحنان، انتي الاحتواء، انتي مش عايزه تخربي الدنيا، بعكس الست دي، بعكس الست دي اللي ربنا ان شاء الله ما يقدرهاش، ما يمكنهاش ابدا من انها تاذيكي. طيب لو اللي بيشوف المجموعه راجل، خد بالك ان انت بتضحك عليك من الست اللي داخله حياتك في السر. الست دي مش بتحبك، هي بتحقد على زوجتك، ام اولادك، عايزه تخرب بيتكو، مش غرضها ابدا انها بتحبك، هي مش كوين اوف كابس. الكوين اوف كابس هي مراتك، هي اللي بتحبك، هي اللي باقي عليك، هي اللي مغمضه عينها على المساوئ اللي انت فيها والحاجات اللي بتعملها معاها، عشان هي بتحبك وبتحب بيتكو وبتحب زواجكو وبتحب اولادكو، هي بتحبكو ومش عايزه الحاله دي يحصل لها اي خلل. اما الست اللي انت عارفها في السر على مراتك، او اللي بتفكر تعرفها في السر على مراتك، هي مش بالحب وبالحنان اللي هي بتبينهولك، هي امرأة مغرية جدا، جذابة جدا، قوية الشخصية جدا، ودي حاجات بتغري اغلب الرجالة. بس اعرف هل هي تستاهل انك تخرب بيتك عشانها، انك تضيع اولادك عشانها؟ دي معادلتك، وانت اللي من حقك تطلع الناتج اللي انت عايزه منها، بس اعرف ان انت اللي هتتحمل نتيجة وعواقب الناتج اللي هيطلع ده. طيب تعمل ايه؟ طب سبحان الله، انا انت ايه، ببص على الكروت اللي انا فنطتها، ببص انتهت على كارت ايه، طلع كارت الدث. طيب
انا حاسه الرسائل اللي تخص القراءه دي من اول هنا. ايس اوف كابس، سترينث، فول، ستار، سكس اوف سوتس. في القصه دي بعضكم زوجته سابت البيت، البعض هنا الزوجه سابت البيت. طيب خد بالك وخدي بالك ان احتمال قوي ان انتوا تنفصلوا عن زوجاتكم او تنفصلوا عن ازواجكم بسبب اللي حاصل ده. لو انت الست في القصه دي كلها، خليكي راضيه، لان غالبا اعرفي ان يعني ارضي بقضاء الله، لان لا رد لقضاء، واعرفي ان الخير جاي لك في اي صوره وفي اي شكل حتى لو الموقف صعب. لو انت الست اللي بتتفرجي هنا، انت اللي بتتخاني، خليكي راضيه لان احتمال كبير كبير ان ينتهي الزواج بسبب الست دي. نسبه منكم مش هقول الاكبر يعني، بس في نسبه هينتهي الزواج. فخليكي قانعه وراضيه. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember I am right here resting in God. يعني دايما خليكي مطمئنه بالله، ايا كان اللي هيحصل هيكون خير ليكي ولاولادك. تمام. دي مرحله من مراحل التحول. Butterfly Maiden بتقول لك transformation، التحول. You are experiencing enormous change right now which brings great blessings. انت بتمر بمرحلة فيها تغيير كبير جدا، وده هيجيب لك خير كتير. ممكن يكون مش ظاهر لك دلوقتي، بس هو ده اللي هيحصل ان شاء الله باذن الله. طيب ففي نسبة من الستات اللي بتشوف الفيديو ده اللي هم اختاروا المجموعة دي ممكن يحصل انفصال. نسبة تانية، هو زوجك هينفصل عن الست دي، هيسيبها. الديث هنا هي نهاية العلاقة اللي هو دخلها، العلاقة السرية. بس دخلي الأهل، دخلي الأهل في الموضوع، دخلي الأهل في الموضوع. اللي راحت لبيت أهلها وسابت بيت زوجها بسبب الخيانة ومستنية دلوقتي إن هما يحلوا الموقف، دخلي حد حكيم وغرضه الإصلاح من الأهل، لأن غالبا هو ده اللي هيكون سبب ربنا هيسخره علشان تحل، يعني الشخص ده هيحل الموقف بإذن الله. لو انت الراجل اللي بتشوف القصة دي، انت محتاج ان انت تنهي علاقتك بالست دي فورا. Champion of Wands وراها الدف، محتاج تاخد خطوة حاسمة حاليا انك تنهي هذه العلاقة فورا فورا، انهيها حالا علشان ما تجيلكش الخسائر المتوقعة. في رسائل هتجيلك مش كويسة، اوكي، في حاجات انا حاساها انها هتكون مش تمام. رغم ان الكارت ده على فكرة مش معناه سيء، بس لما بربطه هنا بالهاي بريستس مقلوبة والكوين اوف سوردز، انا حاسه ان في شيء سيء. يعني شكله الظاهري كويس انت شايفه، قد تكون المراه دي بزنس وومن معاك مثلا، او عايزه تبين لك ان هي ليدر وانها معاها فلوس وانها عايزه تستثمر حاجه معاك، او ان انت وجودك معاها هيغنيك او 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 او. ده الظاهر، احب اقول لك ان ده الظاهر، لكن باطن الامور مش كده خالص. باطن الامور مش زي ما هي مصورهولك، يعني من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. من الاخر يعني زي ما بنقول المثل المصري، خد بالك واحترس، احترس جدا من هذه المرأة، لان هي هدفها مش حبك ولا انها تسعدك في حياتك، هي ليها مقارب اخرى، هي ليها مقارب اخرى مش ظاهرة لك. عشان كده طلع لنا السيكريت، كارت السيكريت الهاي بريستس مقلوبة، معناها في اسرار. احترسوا يا جماعة. المجموعة التانية كمان بتقول ان الحاقد والحاسد هنا طرف تالت، شريكك او شريكتك داخلة معاه في علاقة، او مش في علاقة بس في طرف تالت عايز يخرب عليك انت وزوجك،
سواء الزوج ده راجل او ست. فخد بالك او خدي بالك، اوكي، لان انا مش شايفة هنا ان الرجل في العلاقة حد سيء، ولا شايفة ان المرأة اللي هي الزوجة في العلاقة حد سيء. انتوا الاتنين كويسين، الخبيث هنا هو الطرف الثالث مش انتوا. يعني لو انتي الست وده زوجك فهو مضحوك عليه، او في واحدة بتحاول تضحك لسه عليه. ولو انت الرجل، مراتك هنا مخدوعة، مراتك او حبيبتك، اعتقد ان هي مراتك بشكل اكبر، لان زي ما قلت لكم في بينكم اولاد. الزوجة هنا في حد بيحاول يلعب عليها، بيحاول يلعب عليها. وحاول لو انت بتتشغل عنها بسبب البيزنس بتاعك او شغلك او كده، انك تقرب منها. زوجتك عاطفية جدا، انسانة اطيب من الطيبة، طيبة جدا ورومانسية جدا، وممكن بكلمة واحدة طيبة كل يوم تقولها، او كل يومين او كل اسبوع او كل اسبوعين، تاخد قلبها يعني وعقلها. فانت متجوز انسانة طيبة ومش خاينة، مش هي انسانة خاينة بطبعها ابدا. بس انت لما تبقى انسان دايما قوي وما بتقولش كلام حلو، وما بتقولش، بتعملش حاجات لطيفة للشريك اللي معاك. في ناس بتاخد بعض فور جرانتد يا جماعه، كل يعني للاسف دي حاجه عندنا في مجتمعاتنا العربيه. الزوج والزوجه بعد ما بيتجوزوا خلاص، اما خلاص ما هي مراتي، مش هتبص بره يعني، اكيد يعني ده انا اقطع رقبتها لو مش عارف. انا ضمنتها خلاص. فبتفتكر ان الست كده موضوع يعني براحتك بقى، تبقى تشتري فيها وتكلمها بعنف وتعملها مش كويس او تهملها، او اضعف الايمان يعني، ان انت ما تحسسهاش انها زوجة وامرأة، تتعامل معاها على انها حد بتعاشره وتخلف منه ينظف لك ويغسل لك وتعمل. Which is not، مش هو ده الزواج، مش ده الصح، ومش دي الاخلاق، ومش ده الدين، ومش ده المنطق، ومش ده اي حاجة. يعني راجع نفسك، راجع نفسك كويس قوي، عشان زوجتك بيلوموا على الستات بعد كده انها تبص بره، مع ان محدش بيلوم على الرجاله يعني، معرفش ليه لما يبصوا بره. بس ما هي الست كمان بتحس بالاهمال وبتحس بالقرف وبتحس بالتعب، مش بالضروره تخون. انا لا ابرر الخيانه لا للراجل ولا للست، ولكن ممكن تزهق وتفكر انها تنفصل. زي ما الراجل بيشوف له شوفه، الست ممكن تشوف لها شوفه لانها مش شايفه الحب والحنان. ده ما يبرر لهاش الخيانه، لكن يبرر لها انها تقول انا عايزه اتطلق. طبعا حقها. فاحنا ليه نوصل للمرحله دي يا جماعه؟ لو هي زوجتك انسانه كويسه وانا شايفاها كويسه، ليه ما تحافظش عليها؟ ليه تخليها تضطر انها تحس انها مذنبه، انها عايزه الحب من بره، وبالتالي لو هي محترمه هتطلب منك الطلاق عشان تاخد الحب ده بشكل شرعي. فليه من الاول انت ما تديهاش الحب اللي هي تستحقه اصلا، وواجب عليك تديهولها؟ ده شرع ربنا يعني، وده المنطق والاخلاق بيقولوا كده. وان انت بتتجوز ليه؟ او ايه الفرق بين مراتك وبين اي ست تانية؟ مراتك هي اللي تقدر تديها الحب بدون حساب، هي اللي بتقدر تديها العاطفة، هي اللي تقدر تفرغ شحنتك العاطفية والجسدية معاها في الحلال وبدون قيد او شرط. لكن لما وهي عارفة ومنتظرة منك كده، لما تبقى انت منتظرة منك كده وما تديهاش اللي هي عايزاه، فمعك ربنا بقى بصراحة يعني. بشكر المجموعة التانية جدا، واتمنى ان تكون القراءة كانت فعلا يعني متوافقة مع طاقتكم، الناس اللي اختاروا المجموعة. ويلا بينا على المجموعة التالتة. قبل ما اروح للمجموعة التالتة يا جماعة، برجع تاني بفكركم ان ياريت الناس اللي ملقتش طاقتها موجودة في المجموعات اللي فاتت تختار المجموعة اللي فاضلة دي، او اللي كان مثلا اختار المجموعة التانية وملقاش انها متوافقة معاه يختار يا اما المجموعة الاولى او التانية وهكذا. او لو ملقتوش طاقتكم موجودة في القراءات دي كلها، يبقى ياريت تختاروا فيديو تاني خالص، سواء عندي في القناة او في قنوات قراء تانيين افاضل يعني. تمام، لان انا بيجيلي الطاقات الاقوى، هي دي اللي انا بستقبلها، او اللي فيها يعني هي الارجنت، هي المهم ان انا استقبلها دلوقتي، لانها ليها، هي رايحة لناس معينة هيشوف الفيديو ده. تمام، باذن الله يعني. فارجوكوا اللي مش هيلاقي طاقته ما يتضايقش، لان هي مش قراءة خاصة. وبالمناسبة اللي عايز قراءة خاصة، انا سايبة كل التفاصيل في الديسكريبشن بوكس، شوفوا ازاي تقدروا تاخدوا قراءة خاصة، ازاي تحصلوا على قراءة خاصة، وان شاء الله يعني موضوع بسيط يعني.
اما دي قراءة عامة فمش بالضرورة تطلع كل الطاقات قدامي بتاعت كل شخص فيكو يعني، فانا اسفة جدا، ولكن هي القراءة العامة بتجيلي فيها اقوى الطاقات فقط. المجموعة التالتة، اهلا بيكو، عصاية السيلينايت، ناين اوف كوينز، تو اوف سوردز، ايت اوف كابس. الست دي بتحقد عليكي، بتحقد عليكي او بتحقد عليك، وهنشوف ازاي. الست دي من الصديقة، انا اعتقد انها من الاصدقاء مش من العيلة او من المعارف. الستات ست، الغريب ان انا حاساها متزوجة، الغريب ان انا حاساها متزوجة مش صغيرة، او روحها مش صغيره يعني، حتى لو هي صغيره في السن ولكن هي مش صغيره، متجوزه، مش صغيره كروح يعني، روحها قديمه، روحها عتيقه وعتيده الاجرام يعني، هي روحها شريره من زمان يعني، فيها او فيها حته الشر. الست دي مرات طليقك، بس انا مش عارفه النهارده ايه حكايه الناس المتجوزين الاطراف الثلاثيه معاهم، بس انا شايفه ان دي مرات طليقك، اغنى منك هي في الماديات، ماديا هي اغنى منك، سوري. هذه اول مره هي خلاص يعني اني اخذت زوجي، وانا مش شايفه ان كان في بينكم اطفال على فكره. لا في اطفال، ده ايه الحكايه؟ في الطاقه دي جايه لي قوي قوي يعني، بس اللي هنا في المجموعه الثالثه ان انت منفصله بالفعل عن الشخص ده، وهو ارتبط بواحده تانية بعدك، ويمكن تكون حامل منه كمان. غيرتها وحقدها ان انتي مازال زوجك، هي متخيلة ان هو مازال بيحبك، هو مش بيحبك يعني، انتوا اللي بينكم مش الحب بقى، انتوا بينكم رابطة ان كان في بينكم عشرة، ودي محدش هيقدر يمحيها حتى هو نفسه. او يعني خلينا نتكلم على الرجالة دلوقتي يعني، كأن انتي اللي بتسمع القراءة ست ماشي، ولو في رسالة للرجالة هقولها برضه. انتوا بينكم كان في عشرة، فدي مش هتتنسى، لو حتى عايزين تمحوها مش هتعرفوا. للبعض في اطفال كمان، مفيش بد من ان انتوا تتواصلوا مع بعض يعني بشكل مباشر لو في بينكم اطفال، او في صله هي يعني حتى لو انقطعت ظاهريا، ولكن انتوا كان في بينكم عشره يعني. الشخص ده لما هتشوفيه هتعرفيه، هو انت ما مسحتهوش من الذاكره عندك، ولا هو مسحك من الذاكره، حتى لو شافك وعمل نفسه مش عارفك، لو انتوا خلاص انفصلتوا مفيش بينكم اولاد. وانا شايفه ان في بعضكم انفصل بدون اولاد، والبعض انفصل باولاد.
اللي انفصلوا بدون اولاد ليه لسه بتفكر فيكي الاكس، سوري، بتفكر فيكي مراته الجديده؟ لان واضح ان انتوا ما زلتوا في مجال بعض، يعني ممكن بتشوفوا بعض، ممكن في نفس الشغل، ممكن في انتوا مرتبطين عن طريق الاسره، فانتوا الاسره بتتجمع بتتقابلوا، في حاجه بتربطك لسه بالاكس بتاعك، او في واحده بتربطك بالاكس بتاعتك. لو بتفرج على القراءه راجل هنا دلوقتي، ليه مراتك الجديده متضايقه؟ انا شرحت خلاص، يعني قلت ان عشان هي غيرانه، حاسه ان في رابطه بتربطك لسه ما بين يعني ما بينك وما بين الاكس، وده مضايقها جدا، وبتحسدك او بتحسد، مش يعني بتحسد الاكس بتاعتك، لان يبدو ان انت مع انك انفصلت عن الاكس بشكل مش كويس، وكان في خيانة غالبا، خيانة او كان يعني كانت معركة، يعني كانت الانفصال كان بمشاكل جامدة، حتى لو مش خيانة. ما تسر العجز، فتعالوا نشوف الملائكة الأول وبعدين هرجع على كروت التارو تاني. أرتيمس بتقول guardian الحامي، you and your loved ones are safe and spiritually protected. انت محمي على فكرة، يعني بغض النظر عن الحسد والحقد اللي انت بتواجهه، ولكن انت محمي. سيرفيس الخدمة، you stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You offer all and want to be of service. Ironically, many desires become fulfilled without grasping or manipulation. اللي بيشوف المجموعة دي، مجموعة السيرانايت، عصاية السيرانايت، انتوا حاسين بحقد الطرف الآخر أكتر من اللازم، فالكروت دي جاية عشان تقول لكم ما تخافوش، انتوا محميين وحبايبكم محميين، اللي هم أطفالكم مثلا أو أسرتكم أو whoever اللي انتوا بتحبوهم محميين. ومش بس كده، انت محتاج ان انت بدل ما تبتدي بقى عايز تسخر كل الطاقات عشان تحميك لان انت كمان انت مادياتك اقل من الزوجة الحالية لهذا الشخص اللي كنت مرتبطة بيه، فما تقعديش تحطي في بالك ان انت عايزة تبقي اقوى وعايزة تبقي اغنى وعايزة الكون كله يتسخر لك. سخري نفسك لخدمة الكون والخدمة رب الكون قبل كل حاجة. وياريت يا جماعة المجموعة دي بالذات من أول ما طلع لي الكارت ده وأنا حاسة إن رسالتهم تصدقوا. الصدقة بتمنع حاجات كتير سيئة، الصدقات تعالج المرضى أو تكون سبب بإذن الله في تداوي أو شفاء المرضى، لأن في أنا مش متأكدة هل ده كان حديث صحيح ولا كان إيه، لو هو داو مرضاكم بالصدقات، لو حد يعرف الحديث رتبته إيه يكتب لنا في التعليقات. فانتم محتاجين تتصدقوا لدرء الاذى، لدرء الاذى عنكم وعن احبائكم. انتم في كل الاحوال محميين، لان واضح ان انتم ناس عندكم ايمان برضو، ان الناين اوف بنتكلز ما تيجي ابرايت كده معناه قوه الايمان. يمكن كمان بسبب ايمانكم وقربكم من ربنا، ربنا على فكره الزواج الاولاني ده او الارتباط الاولاني ما كانش كويس، كان فيه فعلا مشاكل، كان سيء وكان فيه اختلاف جامد بين الشخصين اللي ارتبطوا. في سيناريو كمان جاي على بالي، بس عموما احمد ربنا ان حصل الانفصال الاولاني. السيناريو التاني اللي جاي على بالي ان الحقد هنا جاي من حما، من ام لزوج او ام لزوجة، الاغلب ام لزوج. فاذا انت كان عندك حما مش كويسة وكانت بتعمل اي حاجة عشان تقضي عليكي وعشان تبعدك عن ابنها، او لو انت راجل يعني مثلا القصة معكوسة، او يعني بالنسبة للرجل، فانت لو كان عندك حما تسببت في ان انت انفصلت عن زوجتك، وكانت هي فعلا يعني كاتاليست او حد سيء جدا كان بيحرك كل الامور للسيء او من سيء لأسوأ، فاعرف ان هي مش هتقدر تأذيك خلاص،
وتصدق علشان تبعد كل اثر سيء ليها، لان في ناس بيأثروا علينا مش بالسحر ومش بالحسد المباشر، ولكن بان هم بيركزوا طاقتهم السلبية علينا. وهو ده من حاجات يعني من ضمن تبعات قانون الجذب، بس اللي بالسيء بقى. انت بتجذب لنفسك او لغيرك الحاجة الحلوة او الوحشة بتركيزك على افكار معينة. كل ما يجي في بالك الشخص الفلاني ده تفتكر مثلا معاه المرض والعياذ بالله، تفتكر معاه الفقر، انت كده بتجلب له النحس. الا اذا كان هو حامي طاقته وربنا حاميه. يعني ممكن في ناس مهما عملت درجة السحر ما بيأثرش فيه، لان هم ربنا معاه. بس في ناس للأسف طاقتها ضعيفة ومخترقة كتير، فبيأثر عليهم أبسط الحاجات. إن حد يفتكرهم أو يفكر فيهم بشكل معين سيء تلاقيهم جالهم الحاجة الوحشة دي، أيا كانت بقى فقر مرض أي حاجة. ربنا يحفظنا جميعا. احمي طاقتك دايما، احمي طاقتك بالصدقات، احمي طاقتك بقوة إيمانك. أنت متدين أو أنت متدينة واضح، بس مش التدين لوحده، أو يعني أقصد أقول مش الحاجات الظاهرية بس، فيه لازم تكون النية والقلب سليم، وتكون والخير ما يبقاش ليك لوحدك. مش ان انا بصلي وبصوم يبقى انا كده تمام. طب انت خدمت المجتمع في ايه وخدمت الناس في ايه؟ تمام. الدين معاملة اساسا، الدين المعاملة. انت ممكن تبقى كويس وقاعد تصلي وتصوم ومعتكف، ولكن يجي حد زي الامام عمر بن الخطاب، هو طرد الشباب اللي كانوا قاعدين معتكفين في المسجد وما بيعملوش حاجة، لان السماء لا تمطر ذهبا، لازم يطلعوا ويشتغلوا ويفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع. تمام. فمش انك متدين ده في حد ذاته هيمنع بس عنك السوء. ربنا ما خلقناش عشان كل واحد يقعد في البابل بتاعته ما يعملش ما يتفاعلش مع الناس او يخدم الناس. عشان كده طلع لك كارت السيرفيس، اخدم الكون، ما تاخدش جنب وتقول انا في حالي ما باذيش حد، بس انت ما تنفعش حد برضه. لازم انت كمان تنفع الناس، عشان زي ما ربنا بيسخر لك اللي يحميك لازم انت كمان تكون متسخر لخدمة غيرك. مجموعتكم الموضوع واضح وصريح جدا، هي حما مؤذية او زوجة او زوج جديد لشريك حياة سابق، هو ده اللي بيحقد عليك وهو اللي بيحسدك. قوي طاقتك انت الداخلية، وخليك عون ومساعد للناس على قضاء حوائجها، عشان ربنا يستمر في يعني هو ربنا طبعا بيحمي وبيستر وبيرزق الكل، بس اعمل اللي عليك، يعني اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. تمام. ما تتوقعش حماية ربنا وامنه وستره ورزقه يفضل على طول وانت ما بتعملش حاجة لحد طيبة يعني. تمام. الجروب ده جاي عشان يعني رسالتكم انتوا الحمد لله محميين وكله تمام، بس اعملوا حاجات بقى لغيركم. تمام. وقووا طاقتكم وهالتكم اللي بتحميكم، الهالة اللي بتحميكم، الأدعية والصلاة والتأمل ان انت تساعد غيرك اللي في أزمة. تمام. مش في حديث يا جماعة بيقول من فك عن مؤمن او مسلم، على حسب يعني بعض القراءات، يعني ان من فك عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فك عنه الله، او فرج عنه الله كربة من كرب يوم القيامة. خدوا المثل كنسبة وتناسب، وكلام لكل الاديان، مش اعتبروا المثل ده للناس اللي مش مسلمين، يعني اعتبروه حكمة او نصيحة. انت ممكن ربنا يفرج عنك مشكلة انت فيها، لانك في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله، يعني لمجرد ان انت ساعدت غيرك عشان ان هو يطلع من نفس المحنة او من محنة مشابهة. هي الدنيا ماشية بقانون الكرمي، ربنا ما بيظلمش حد، ربنا ما بيظلمش حد. والطاقة الكون هي من طاقة الخالق، خالق الكون، فهي اكيد طاقة متوازنة ومتعادلة. مفيش حاجة هتضيع، مفيش حاجة هتتغير، مفيش حاجة هتختل، الكون ماشي مظبوط بالثانية، مفيش حاجة هتختل. هتعمل طاقة حلوة هنا هتتردلك هنا، هتعمل طاقة وحشة هنا هتتردلك بالظبط نفس القوة ونفس الكيفية والنوعية. زي ما قلت لكم المجموعة دي جايين عشان اطمنهم ان كله تمام، ولكن go the extra mile، اعملوا شوية زيادة، لان واضح ان انتم مش بتعملوا الزيادة ده، او محتاجين تعملوا زيادة اليومين دول عن العادي بتاعكم.
اوكي، عشان تستمر الحمايه وعشان الامور تستقيم. اوكي، وما تخافوش من الحسد والحقد بتاع الحما دي او بتاع الشخص الجديد اللي في حياه الاكس بتاعكم، ما تخافوش. تمام، بشكركم شكرا جزيلا. هحط لكم لينك كيف تتعامل مع الاشخاص الحاقدين والحاسدين من قناه الكتالوج، هحط ده في الديسكريبشن. هحط لكم الحروف بتاعه كل مجموعه ان شاء الله برضو في الديسكريبشن. هحط لكم اللي عايز قراءات خاصه كيفيه التواصل معايا لحجز قراءات خاصه، وهستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.